محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. شمارة نمبر 12 محمد مظہر بھوپال ایم پی. شمارہ نمبر 23 2323 عبدالکریم خان. شمارہ نمبر 23 عبدالکریم خان رامپور یو پی. پارا نمبر 25 رکو نمبر 11 سورۃ الزخرف آیت نمبر 46. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاء وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك
إننا لمهتدون بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم شمارة نمبر 25 محمد مامون UP شمارة نمبر 25 محمد مامون UP پارا نمبر 25 رکو نمبر 8 سورة الزخرف آیت نمبر 16 پارا نمبر 25 رکو نمبر 8 یہ لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات